الإجراءات على المسار الصحيح للانطلاق. إذا أقل من 30 ثانية، جميع الفرق على هبة الاستعداد للانطلاق. خمسة عشر ثانية. الاستعدادات جارية. تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. وانطلق الصاروخ مهمة الطاقم كرو 6. انطلق صاروخ فالكون 9 متجها إلى محطة الفضاء الدولية. المحركات، محركات المرحلة الأولى تعمل بشكل جيد، والدفع، دفع المحركات مستوياته جيدة أيضا. إذا بعد 37 ثانية من إطلاع الصاروخ فالكون 9، كل شيء، كل المؤشرات جيدة. المرحلة الأولى، إذا محركات المرحلة الأولى ستستعد لماكس كيو أو مستوى ماكس كيو عندما يتم إحراز الضغط الأكبر خلال عملية الإقلاع. إذا الصاروخ يسير وينطلق بسرعة تفوق سرعة الصوت. وصلنا إلى المرحلة أو ما يعرف بماكس كيو أو المرحلة القصوى. تخطينا المرحلة القصوى ماكس كيو. إذا وان برافو هي من المؤشرات والرموز التي تسمح للطواقم في الأرض وفي المركبة بالتواصل بينما يتجه الصاروخ والمركبة نحو المنطقة الشرقية، وهي من المؤشرات التي بإمكان الطواقم التواصل فيما بينهم حولها. في وقد استمعنا إلى تنبيهات حول الأداء الجيد لصاروخ فالكون 9 دقيقة و55 ثانية بعد الانطلاق. إذا 30 ثانية تفصلنا عن وقف المحرك الرئيسي. تفصيل تليها انفصال المرحلة الأولى وانطلاق المحركات في المرحلة الثانية من الصاروخ. بعد 10 ثوان إذا سجل وعلم انفصلت المرحلة الأولى عن المرحلة الثانية. تم تأكيد انفصال المرحلة الأولى عن المرحلة الثانية. تأكيد على انفصال المرحلة الأولى وانطلاق محركات المرحلة الثانية. المرحلة الثانية الآن تنقل أفراد طاقم كرو 6 نحو المدار. بوسعكم أن تروا على الشاشة المرحلة الأولى التي ما زالت ترتفع إلى أقصى مداها في الفضاء. في هذه الأثناء نرصد مستويات أداء جيدة جدا في عمل المحرك إلى يمين الشاشة، وسنستمع إلى تنبيهات كل دقيقة تقريبا حول وضع وحالة المسار، مسار الصاروخ ومركبة كرو دراجون. كما استمعتم أيضا إلى تنبيهات من غرف التحكم في المراكز المختلفة على الأرض. دراجون سبيس اكس المسار الصحيح، والمسار مسار الصاروخ يسير على المسار الصحيح. بالنسبة إلى المرحلة الأولى إلى يسار الشاشة، المرحلة الأولى من الصاروخ يبدو أنها ما زالت ترتفع ولكن بتباطؤ، وستعود إلى الأرض لتحط
في المجمع، وهو المكان الذي يقع بعيدا عن شاطئ فلوريدا. بالنسبة إلى محرك المرحلة الثانية من الصاروخ فإنه يؤدي أداء جيدا، بيسعكم أن تروا هذا المحرك بعد انطلاقه في رحلة هذا رحلة الطاقم ومهمة كرو 6. إذن نسير على المسار الصحيح. كل هذا التنبيهات وهذا التواصل ما بين الفرق المختلفة يحصل كل دقيقة لمواكبة ارتفاع صاروخ فالكون 9 ومركبة دراجون. يتم التواصل ما بين الفرق في مراكز التحكم والطاقم في مركبة دراجون. دقيقتان تفصلنا عن المرحلة التالية، وهي إعادة تشغيل ثلاث محركات ميرلين في المرحلة الأولى لإبطاء المرحلة الأولى، بينما تعود إلى الغلاف الجوي الأرض. نقترب من 200 كيلومتر في الارتفاع، والمسار، ونستمع إلى تنبيهات بأن الصاروخ يسير في المسار المحدد. إذن 75 ألف ميل بالساعة. يبدو كل شيء طبيعيا في عمل المرحلة الأولى والمرحلة الثانية بعد 6 دقائق على انطلاق الصاروخ. ما نسمعه الآن هو تنبيهات تتعلق بمسار المرحلة الثانية من الصاروخ، وبعد ذلك سنرى مجموعة من الإجراءات المتلاحقة، وبعد أقل من دقيقة من الآن سنرى المرحلة الأولى والعديد من التحديثات الخاصة بالمرحلة الأولى. إذن المرحلة الثانية لا تزال على مسارها المناسب كما أشار جاري، فإن هذه التنبيهات تحصل كل دقيقة تقريبا، وتفصلنا 25 ثانية حوالي 25 ثانية عن دخول المرحلة الأولى إلى الفضاء الجوي وإبطاء هذه المرحلة الأولى من الصاروخ بينما تعود إلى الأرض. إذن تنبيهات حول المرحلة الأولى من الصاروخ، ترون على شاشتكم بدء عملية الاحتراق لعودة المرحلة الأولى إلى الأرض. وبعد 10 ثوان من عودة المرحلة الأولى، إذن 3 محركات ستعود للعمل، وبعد ذلك تكون المرحلة الأولى قد عادت إلى الغلاف الجوي. المرحلة الثانية من الصاروخ تؤدي أداء جيدا، وثمة إجراءات مختلفة ستحصل. سنستمع إلى تنبيهات تشارلي برافو ودلتا، كل منها تشير إلى مجموعة منورات مختلفة، ولكن كما استمعتم فإن المرحلة الثانية من الصاروخ تسير على المسار المناسب. سيكو أو المرحلة الثانية ستحصل بعد بضعة ثوان. الآن أصبحنا فوق ساحل شانن في إيرلندا. المرحلة الأولى، إذا استمعنا إلى هذا النداء بأن المرحلة الأولى من الصاروخ تعود أيضا إلى مسارها. سجل وعلم
إذا المرحلة الأولى من الصاروخ تعود إلى المنصة وتحاول أن تهبط على المنصة بشكل صحيح، وحطت المرحلة الأولى من الصاروخ على المنصة المخصصة لها بشكل صحيح وبشكل ناجح، هبوط ناجح للمرحلة الأولى من الصاروخ في أول عملية إقلاع وهبوط لها من الفضاء. إذا استمعنا إلى التصفيق الحار في غرفة التحكم في سبيس إكس، رأينا المرحلة الأولى تعود إلى المنصة والمرحلة الثانية لا تزال في مسارها الصحيح، وبضع دقائق تفصلنا عن انفصال المركبة الفضائية دراجون عن المرحلة الثانية من الصاروخ، ونرى الآن مشاهد من المرحلة الثانية من الصاروخ. هذه من الكاميرات المسلطة على أسفل المركبة الفضائية دراجون. سنستمر برؤية المركبة وأيضا المسار الطاقم في مساره. صاروخ فالكون 9 شارف على إكمال مهمته في إطلاق المركبة الفضائية إلى الفضاء، والمرحلة الثانية ستنفصل عن المركبة بعد بضعة دقائق. نقترب من عتبة الدقيقة 12 من الانطلاق، ويسرنا أن نرى الطاقم في المدار وننتظر إلى مرحلة الانفصال. بوسعكم أن تروا هنا أمامكم أن المرحلة الثانية في مسارها، لا يتم اتخاذ أي إجراءات الآن من صاروخ فالكون 9، كما قد ترون مجموعة من عمليات تظهر عمل محركات دريكو وازدياد في المسافة الفاصلة ما بين المرحلة الثانية والمركبة، مركبة دراجون. إذن مجددا ترون هذا المشهد من المرحلة الثانية من الصاروخ، والكاميرات موجهة نحو كبسولة المركبة دراجون المتوجهة إلى محطة الفضاء الدولية. وبهذه الطريقة وبهذا المكان يتم عادة تخزين الأمور الواجب شحنها إلى الفضاء. إذن هذا مشهد يسمح لنا بإلقاء نظرة على انفصال أو نظرة أولى على انفصال المركبة الفضائية دراجون عن المرحلة الثانية من الصاروخ، والذي يتوقع أن تبدأ بعد بضع لحظات. كما ترون أمامكم على الشاشة، انفصلت المركبة عن المرحلة الثانية من الصاروخ. إذن دراجون إنديفور انطلقت الآن حرة في الفضاء. صاروخ فالكون 9، أهلا بكم في المدار، تهانينا. مسيرتكم ورحلتكم هذا تحصل بعد 4 سنوات على الرحلة التجريبية الأولى. كان دواعي سرورنا وتشريفنا أن نشارك معكم في نجاح هذه الرحلة. أيضا نذكركم بتزويدنا بطلباتكم، ونتمنى لكم رحلة طيبة، ونتطلع قدما لاستقبالكم مجددا عند عودتكم. إذن سبيس إكس دراجون هذا أمر رائع، شكرا. طاقم كرو 6 بطبيعة الحال قد شكلوا روابط صداقة متينة بين بعضهم البعض. أيضا نحن سعداء جدا بالوصول إلى هذا المدار، ونشكركم جزيل الشكر على دعمكم ومساعدتكم في هذه الرحلة. نعم، أود أن أقول لكم أن هذه الرحلة كانت ممتعة جدا، وهذه معجزة الهندسة، وأنا محظوظ جدا لتمكني من المشاركة في قيادة هذه المركبة. أود أن أشكر الناسا والشركاء الدوليين وبرنامج الطاقم التجاري وجميع الشركاء على عملهم الدؤوب وانتباههم وحرصهم على الدقة والتفاصيل المختلفة. شكرا جزيلا لكم. إذن هذه كلمات لطيفة جدا استمعنا
ليها للتو. أود أن أشكر الفريق الدولي في محطة الفضاء الدولية لعملهم معنا وبشكل وثيق وتعاوني. شكرا لكم. نعم أحسنتم قولا جميعا. دعوني أقول بضعة كلمات باللغة العربية أولا. أشكر أمي وأبوي وأشكر عائلتي، شكرا للقيادة الرشيدة وشكرا لمركز محمد بن راشد للفضاء اللي يعطوني الثقة هذه، وكذلك أشكر كل من جهزنا ودربنا لهذه اللحظة التاريخية من مختلف وكالات الفضاء في أنحاء العالم. شكرا لكم جزيلا. شكرا SpaceX لإيصالنا للفضاء. أود أن أشكر الجميع. أود أن أشكر والدي، أود أن أشكر أسرتي وعائلتي والقيادة الرشيدة ومركز محمد بن راشد للفضاء على الثقة الغالية. أود أن أشكر جميع من دربنا ومن حضرنا لهذه المهمة. هذه مهمة رائعة، الانطلاق كان رائعا ومذهلا. شكرا جزيلا لكم. وأخيرا وليس آخرا، أود أن أشكر ناسا وشركة SpaceX على إتاحة هذه الرحلة لنا للذهاب إلى الفضاء. وأشجع طاقم كروسيكس. أود أيضا أن أشكر وأن أتحدث عن التميمة سهيل ونجم سهيل، وهذا النجم يسمح لنا بأن نعرف أن هذه هي نهاية فصل الصيف وأن الوقت قد حان للطقس البارد، وهو ثاني أكثر النجوم لمعانا في الفضاء، وهذه هي رحلة ثانية لسهيل لأنه كان قد أتى مع الزاع المنصوري في رحلته في العام 2019. سهيل هو بالنسبة لي هو رجل فضاء يرتدي بدلة الفضاء وهو ذات طموح عال. شكرا لكم وسنراكم من محطة الفضاء الدولية. إذن في دراجون سبيس اكس استمعنا إلى كل كلمات رواد الفضاء، وأعتقد أنه عليكم أننا قد انتقلنا إلى المحركات الرديفة بإسعكم أن تروا الانتقال إلى هذه المحركات الرديفة أيضا. نبارك لدولة الإمارات هذا الإنجاز الجديد، أول مهمة فضاء طويلة في تاريخ العرب، بل أن الإمارات اليوم تكتب تاريخ العرب في الفضاء. نعم محمد، يعني أريد أن أعبر من قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مهمة عمل عليها فريق من أبناء الدولة لم يكن هدفها الوصول إلى الفضاء فقط، إنما تعزيز المعرفة البشرية وفهم الكون. الإشارة وصلت إلى دبي إلى غرفة التحكم الأرضي، والحمد لله رب العالمين. فصل جديد آخر يبدأ مع الفضاء، يبدأ هنا من دولة الإمارات العربية المتحدة. فصل جديد لهذه اللحظة، ستعود الأجيال القادمة بفخر كبير، ستتحدث عن هذه اللحظات، عن راية الإمارات، عن دولة حملت كل الأحلام، أحلام العرب على عاتقها لتقول بأن المستحيل ممكن. نعم لحظة تاريخية، يشرف دولة الإمارات أن تكون جزء منها، وهي آملت بأن العلم هو الطريق إلى صنع المستقبل، وأن مشاركة العالم المعرفة وصناعتها أقصر الطرق إلى أن تجد موقعك بين الكبار. نتمنى لسلطان النيادي وزملائه
رحلة آمنة والتوفيق في مهامه العلمية.